أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. يقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: صوموا تصحوا. بهذه الكلمات نبدأ أولى حلقات برنامج صحتك بالدنيا، الذي يلقي الضوء على أساليب الحياة الصحية وطرق الوقاية. ونستضيف معنا أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمود الشيخ علي، فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، أولى حلقاتنا لهذا اليوم ستكون عن النصائح الصحية التي يجب أن نأخذ بها خلال شهر رمضان. لو تتحدث لنا دكتور عن فوائد الصيام الصحية خلال شهر رمضان. بداية كل عام وأنتم وكل المشاهدين ومجتمعنا الفلسطيني بألف خير. نبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بمعنى أنه لولا للصيام فوائد على صحة الإنسان من الناحية النفسية والسلوكية والاجتماعية والجسدية لما فرض الصيام على من قبلنا من الأقوام السابقة. لذلك لو أردنا أن نرى فوائد الصيام سنجد أنه من أقوى مقويات جهاز المناعة هو الصيام. اليوم في معظم كتب التغذية المكتوبة باللغة الإنجليزية تضع فصلا كاملا اسمه العلاج بالصيام أو فاستنج ثيرابي، لما للصيام دور هام في علاج كثير من الأمراض أو يساعد في علاج بعض الأمراض. لذلك كما قلنا الصيام مقوي لجهاز المناعة، مطهر للدم من البكتيريا والجراثيم، أيضا مقوي لعضلة القلب، ويعمل على حالة من الاتزان في ضغط الدم المرتفع والمنخفض، أيضا مقوي عام لجسم الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا تأتي من كثير من الأمور التي يمكن أن يمارسها الإنسان في حياته، وعلى رأسها الصيام. بالفعل الإنسان المسلم أمامه فرصة عظيمة، شهر رمضان يخلص جسمه من السموم، يقوي جهاز المناعة، أيضا الصيام له فوائد على الجهاز الهضمي، تحديدا من يعاني من القولون العصبي، من يعاني من آلام وتقرحات في المعدة، من يعاني من الإمساك والإسهال. لذلك يأتي شهر رمضان لكي يساعد في علاج هذه الأمراض التي من خلالها يكون الإنسان بصحة قوية. وهنا نتحدث عن عاملين مهمين، هي الصحة النفسية والصحة الجسدية، والاثنين في الصيام يكونان في حالة من التكامل وفي حالة من القوة. لذلك الصيام جنة، الصيام مطهر للسلوكيات الإنسان، وأيضا مقوي للإنسان من ناحية صحية. لذلك كما يعني أقول الصيام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور، هناك العديد من الأمثال والحكم الشعبية القديمة التي ورثناها عن أجدادنا، أغلبها ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة، منها نام بكير وفيق بكير وشوف الصحة كيف بتصير. فما هي ضرورة النوم الكافي والاستيقاظ باكرا على صحة الإنسان، خاصة أنه من عادة الناس يسهرون الليل بأكمله غالبا حتى صلاة الفجر، فما تأثير ذلك على صحتهم؟ نبدأ بقوله تعالى، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الله سبحانه وتعالى جعل الليل للنوم والراحة والطمأنينة، حتى أنه من السنة أنه الحديث يعني بعد العشاء إلا للضرورة، وإلا فهو من باب الكراهة. لذلك إذا بدأ الإنسان بعد العشاء دخلنا في الليل، يجب على الإنسان أن يخلد إلى النوم حتى يستيقظ في الثلث الأخير من الليل، الذي يعتبر الثلث الأخير هو يكون الإنسان في أوج الطاقة. لذلك نوم الإنسان الطبيعي من 6 إلى 8 ساعات. الآن السهر شو أضراره؟ أول شيء سيؤثر على جهاز المناعة سلبا، سيؤثر على الهرمونات التي يجب أن تعمل في الليل، ويؤثر على الهرمونات التي يجب أن تقف في الليل. لذلك يؤدي إلى اضطراب هرموني، يؤدي إلى القلق والتوتر، وأيضا أحد أسباب السمنة اللي هو السهر ليلا، يغير من الساعة البيولوجية التي خلق في الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان. أيضا السهر ليلا ربما يكون أحد العوامل الإصابة بالسرطان، لأنه إذا الإنسان نام بالليل ويجب أن يطفئ الأنوار، لأنه وجود الضوء في الليل راح يؤثر على صحة الإنسان ويساعد في نشاط الخلايا السرطانية. فما بالك لما الإنسان يكون سهران بالليل يتفرج على التلفزيون، هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ضارة تؤثر على جسم الإنسان سلبا. إذا هو يجمع الطاقة السلبية يدخلها إلى جسمه، وفي النهاية سندفع الثمن من خلال إصابتنا ببعض الأمراض. لكن النوم الليل، النوم في الليل
يعطي الإنسان نوع من الطمأنينة والراحة، لأنه كما قلنا هو جزء من الساعة البيولوجية، يجب أن يطفئ الأنوار، يستيقظ في الثلث الأخير من الليل. الآن الاستيقاظ في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه الملائكة ويبسط الله يده في الليل ليتوب على مسيء النهار إلى آخره، هذه الساعات التي تعتبر في الجزء الأخير من الليل هي يكون الإنسان في 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 قمة الطاقة، يمكن التفكير والقراءة والكتابة أيضا في ساعات الفجر، الرياضة تكون في ساعات الفجر. ولكن لو إحنا حدث العكس، أنه أنا ضليت سهران حتى الفجر، أنا هخسر أول شيء الراحة والطمأنينة تبعت الليل، بعدين هكون أنا خربطت أو يعني شقلبت الساعة البيولوجية، هأدخل في انتكاسة على مع مرور الوقت، سأجد أنه أنا جسمانيا تعبان، عندي أمراض نفسية وأمراض صحية من خلال السهر في الليل. أشكرك دكتور محمود على هذه النصائح التي تبرز أهمية الصيام من الناحية الصحية. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ووجدتم إجابة لجميع تساؤلاتكم. نسأل الله أن نلتقي بكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد إن شاء الله.